السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة أتولي كروشيه سيرينا لتعليم الكروشيه خطوة بخطوة. قبل أن نبدأ درس اليوم، ادعمونا بإعجاب واشتراك في قناتنا، وإذا كنت مشترك فعل الجرس حتى يصلك جديدنا، وتشارك دروسنا مع أصدقائك وكل من يهتم بالكروشيه والفن اليدوي إجمالا حتى تعم الفائدة للجميع. ولا تنسوا صفحتنا على الفيسبوك التي يمكنكم نشر تطبيقاتكم لدروسنا واقتراحاتكم عليها وفتح محاور للتناقش في مجال الفن اليدوي. في هذا الفيديو إذن سنكمل البتلة الأخيرة لهذه الوردة الثالثة التي سنحتاج منها قطعتين، واحدة للجهة الأمامية وواحدة للجهة الخلفية للقميص. للقيام بهذه البتلة الأخيرة، إذا نحن بحاجة إلى 33 غرزة حشو. سيتم التثبيت ابتداء من هذه الجهة، يجب أن نشتغل دائما على وجه القطعة. هذا وجه القطعة، سنشتغل على وجه القطعة. إذا سنبدأ من هنا، من هذه الجهة، وسنأخذ إذا 7 غرز من هذه البتلة. إذا سنبدأ العمل من هذه البتلة، سنأخذ 7 غرز من هذه البتلة، ومن ثم سنواصل الاحتساب إلى أن نصل إلى عدد 33 غرزة حشو. إذا نبدأ العمل، نأخذ 7 كما قلنا، نحتسب 1 2 3 4 5 6 7، هذه عدد 7 لدي. سأخذ الخيط الذي سأشتغل به، نقوم بتثبيت الخيط مثل ما اعتدنا في الفيديوهات السابقة، غرزة سلسال ثم غرزة حشو في نفس الغرزة لتثبيت الخيط بهذه الطريقة، ثم سنشتغل فوق الخيط الذي ثبتناه. 1 2 غرزة حشو، 3 غرزة حشو، 4 غرزة حشو، 5، 6 غرزة حشو، 7، 8، 9، وهذه 33. إذن قمنا ب33 غرزة حشو هنا كما نلاحظ. الآن سنرتفع ب3 غرزة سلسال، 1 2 3، نقلب الشغل، سنقوم بغرزة عمود بلفة فوق هذه الغرزة، أي سنتجاوز غرزة، هذه الغرزة التي نتجاوزها عفوا، ثم سنثبت فوق الغرزة الموالية غرزة عمود بلفة، ثم نقوم ب2 سلسال كما ترون هنا بهذه الطريقة، ثم غرزة عمود بلفة في الغرزة الثانية، نتجاوز الأولى ونثبت في الثانية، 2 غرزة سلسال، عمود بلفة في الغرزة الثانية، 2 غرزة سلسال، عمود بلفة في الغرزة الموالية الثانية. دائما نترك غرزة ونثبت في الغرزة الثانية. سنواصل العمل بهذه الطريقة إلى أن نصل لآخر السطر. هكذا نكون قد وصلنا لآخر السطر. ما سنفعله الآن هو سنقوم بغرزة عمود بلفة بدون تزايد 2 سلسال. إذن لن نقوم بتزايد 2 سلسال، سنقوم مباشرة بعمود بلفة. سنتجاوز هذه الغرزة الأولى وسنقوم بالتثبيت في الغرزة الثانية، عمود بلفة بهذه الطريقة. الآن سنقوم بالتصاعد ب3 سلسال، نقلب الشغل، ومن ثم سنثبت غرزة عمود بلفة فوق هذا العمود. لاحظوا جيدا معي، إذا سنتجاوز هذين العمودين وسنثبت فوق هذا العمود مباشرة، سنقوم بعمود بلفة، ثم سنقوم ب2 سلسال ومن ثم عمود بلفة فوق العمود الموالي هكذا،
سنقوم باثنين سلسال ثم عمود بلفة فوق العمود الموالي بهذه الطريقة كما ترون هنا إلى أن نصل لآخر السطر. هنا نكون قد وصلنا لآخر السطر، سنقوم بعمود بلفة مباشرة فوق هذين العمودين بدون تزايد اثنين سلسال بهذه الطريقة. في هذه البتلة سنقوم بثلاثة أسطر فقط وليس بأربعة كما البتلات السابقة. سنرتفع الآن بثلاثة غرزة سلسال، نقلب الشغل، نحن الآن في السطر الأخير. سنقوم بتثبيت عمود بلفة فوق هذا العمود، لاحظوا معي جيدا، فوق هذا العمود اثنين سلسال، عمود بلفة فوق العمود الموالي اثنين سلسال، ومن ثم عمود بلفة فوق هذا العمود الموالي. نقوم بنفس العملية إلى أن نصل لآخر السطر. هنا وصلنا لآخر السطر، سنقوم بعمود بلفة دون تزايد باثنين سلسال مباشرة بهذه الطريقة. ما سنقوم به الآن هو سنقوم بالعودة بالسلسال إلى أن نصل لبداية السطر، ثم سنقوم بغرز حشو. أربعة سلسال، تابعوا جيدا، سنثبت في هذه الغرزة. ثم سنقوم بثلاثة سلسال، ثم نثبت في غرزة البداية بغرزة حشو، ومن ثم سنقوم بغرزة منزلقة مع نفس غرزة البداية أي فوق هذه الغرزة السوداء بهذه الطريقة. سنقوم بواحد سلسال، نقلب الشغل ونقوم بغرز الحشو. سنقوم إذن بغرزة حشو فوق أول غرزة حشو قمنا بها وهي هذا، ومن ثم لدينا ثلاث سلسال، سنقوم باثنين غرزة حشو في الفراغ فقط، ثم لدينا غرزة حشو سنثبت فوقها غرزة حشو، ثم لدينا الأربع سلسال، سنقوم إذن بأربع غرزة حشو في الفراغ، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ومن ثم سنقوم بغرزة سلسال في الفراغ بين هذين العمودين كما تلاحظان هنا، من ثم سنقوم في الفراغ الموالي باثنين غرزة سلسال، ثم بغرزة حشو، ثم غرزة حشو فوق العمود، اثنين غرزة حشو في الفراغ، غرزة حشو فوق العمود، اثنين غرزة حشو في الفراغ، إلى أن نصل إلى هذا الركن. هنا نكون قد وصلنا إلى الركن. في هذا الركن لدينا ارتفاع بثلاثة سلسال، إن قمتم بالتفكر بالتذكر، إذن سنقوم في الفراغ الموافق له بأربع غرزة حشو، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ومن ثم سنقوم بغرزة حشو فوق هذه الغرزة التابعة للسطر، ثم لدينا فراغ نقوم باثنين غرزة حشو في الفراغ، ثم نثبت غرزة حشو فوق هذه الغرزة الموالية، ثم اثنين غرزة حشو في الفراغ الموالي، ثم غرزة حشو فوق أول غرزة حشو، وبعد ذلك سنقوم بمنزلقة لغلق البتلة في نفس الغرزة التي دخلنا بها أول غرزة أي في وسط هذه الغرزة السوداء، سنقوم بمنزلقة. الآن سنقوم بتغيير اللون، سنقوم باستعمال اللون الأسود وقيام بغرز حشو فوق كامل غرز الحشو بدون تزايد ولا تناقص. إذا لن نقوم باقتطاع الخيط، سنشتغل مباشرة، نأخذ الخيط الأسود، ندخل بالخيط الأسود مثل ما تعلمنا سابقا بهذه الطريقة، ومن ثم نقوم بواحد سلسال، ثم سنقوم بغرزة حشو في أول غرزة لنثبت الخيط جيدا، ثم سنشتغل فوق الخيوط غرزة حشو فوق كل غرزة حشو بهذه الطريقة.
كما تلاحظون هنا إلى أن نصل لآخر السطر. إذن سنواصل التثبيت لن نقطع الخيط مباشرة. نقوم بالتثبيت قليلا. بهذه الطريقة غرزة حشو فوق كل غرزة حشو. الآن سنقوم باقتطاع الخيوط الزائدة بهذه الطريقة. والآن سنواصل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو بهذه الطريقة. لا نقوم بتزايد ولا بتناقص، فقط غرزة حشو فوق غرزة حشو بهذه الطريقة إلى أن نصل لآخر السطر. هنا نكون قد وصلنا لآخر السطر. سنقوم بغرزة حشو إضافية هنا فوق أول غرزة، ومن ثم سنثبت بغرزة المنزلقة. كيف سنثبت؟ إذا لدينا هذه غرزة البداية سنثبت معها، أي سنثبت في وسط هذه غرزة السوداء غرزة البداية كما ترون هنا. سنقوم بمنزلقة بهذه الطريقة حتى نقوم بغلق الوردة وتكون القطع متواصلة فيما بينها. ثم نقوم بغرزة سلسال، ومن ثم سأقطع الخيط هكذا. إذن ما سنفعله الآن هو تثبيت هذا الخيط، لأن القطعة انتهت لن نقوم بتثبيته بالخياطة كما اعتدنا. إذن سنقوم بتثبيت هذا الخيط بما أن أنهينا عمل وردتنا. إذن سنقوم بإدخال الخيط في الغرز وإخراجه بصفة محكمة. إذن سنفتح البتلات، وردتنا تنفتح هكذا. نكون قد أتممنا الوردة الثالثة، لقد أتممنا عمل الوردة الثالثة. لم يبقى لدينا سوى وردة أخيرة، الوردة الرابعة. سنرى كيف نقوم بإنجازها في الحلقات القادمة. شكرا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في الفيديوهات القادمة.